موضوع الريكروتمنت كثير متشعب، وكل شركه لها سياستها الخاصه. من تجربتي الشخصيه، لانه مرقت بالمحلين، انا كنت عم بعمل ريكروتمنت لعالم، وكمان I have been recruited into companies. في اكثر من واتش اوت، او اكثر من ستيب، او اكثر من خطوه لازم تنعمل. بشكل اساسي مفروض يكون الجوب رول اند ريسبونسابيلتي كثير واضح، لدرجه انه غير قابل للانتربريتيشن. واحد. اثنين، الريبورتنج لاين مفروض يكون واضح للشخص وللشركه. ثلاثه، الكونديشنز اوف ذس ريكروتمنت كمان لازم يكونوا كثير واضحين. السبب اللي عم بحكي فيهم لانه عاده هودي بيكونوا منهم واضحين. كيف فينا نقدر نعرف انه الشخص المناسب بالمحل المناسب؟ هو اول شيء ما لازم الشخص ينعمل له ريكروتمنت من فرد ديسيجن ميكر بالاورجنايزيشن. لازم يشوفه ثلاثة او اربعة او خمسة اشخاص، اللي هي الشركة بتحدد كم شخص لازم يشوفه، لانه في شيء بالاخر اسمه evaluation of consensus. لما بيكونوا خمس اشخاص عندهم نفس الرأي بشخص معين، هيدي بتدل على consensus معينة، لانه كل شخص من هالاشخاص عم بيشوفه من انجل معين. نقطة تانية بموضوع الريكروتمنت، في قسم شقفتين، في شيء اسمه technical skills، يعني شو بيعرف هالانسان تكنيك، وهيدي إلى الأسئلة تبعها والأسس تبعها، وفي شيء اسمه qualitative assessment، أو إذا بدكم character assessment، وهيدي إلى set of questions لوحدها. مفروض ينعمل assessment للمرياج، يعني بين technical skills وبين character based skills، ينعمل assessment لهول two key factors، ويطلع overall result بس على هاتنين. يعني خليني اعطي مثل، عندك شخص نابغة وذكي وتكنيكال سكيلز تبعه كتير عاليين، بس مش قادر يتواصل مع العالم، فاذا هذا عنده مشكل. سو الكاركتر كتير بيأثر بهالموضوع، وفيس فيرسا، في يكون عنده كاركتر كتير حلوه لاك ذا تكنيكال سكيلز فور ذا جوب. سو بدنا ناخذ بعين الاعتبار هالشغلتين. وطبعا الاشياء اللي قلتهم بالاول هون بيكون عم نعمل مثل فلتر مشان to guarantee a safe kind of recruitment. في شيء كمان اسمه referencing، انه اليوم الجوب ماركت معروف، ريفريز كثير مهمين، ريسيرش لازم ينعمل لينعرف عن هالشخص شو الباك جراوند تبعه، غير اللي كتب لنا اياهم على سي في او على الورقه، to guarantee the minimum for the company and for the individual.